طيب شابتر 7 شباب بنحكي عن الكباسيترز والاندكترز. شو هم الكباسيترز والاندكترز؟ هدول احنا حكينا عن الباسيف كومبوننتس، ذكرنا عنهم ذكر سريع بشابتر 2، شابتر 2 اللي هم حكينا الريزيسترز الكباسيترز والاندكترز. حكينا عن الريزيسترز بالتفاصيل وحلينا عليها اكزامبلز وكيف نوجد الايكوفالنت. اوكي طبعا عندي انذر تو باسيف كومبوننتس اللي هم الاندكتر والكباسيتر. Both of them لهم القدرة على تخزين store a finite amount of energy، قيمة معينة محدودة من الانرجي، سواء الكباسيتر او الاندكتر. اوكي بس للحظات، يعني مش انه شيء انفينيتي، مش سورس بالنهايه. اوكي طيب كباسيتر ان اندكتر كلاس از لينير اليمنتس، هاي نقطه مهمه. ليش مهمه؟ احنا صنفنا ريزيستر لينير ولا نان لينير اليمنت؟ صنفناها ده في موضوع ذكرنا فيه اللينيريتي. وين بلشنا نذكر اللينيريتي؟ لما اخذنا الثيفينين. لما بالسوبر بوزيشن حكينا اذا السيركت عندي لينير سيركت بامكاني اطبق السوبر بوزيشن ثيوري. اوكي شو هي السوبر بوزيشن ثيوري؟ انه ممكن تلغي السورسز وتخلي وان سورس وتحسب الفولتيه او كارت في مش معين او في برانش معينه مثلا، بعدين تلغيه وتحط واحد ثاني، يعني مجموع سميشن انك تشتغل على كل باور سبلاي لحال، اوكي بالاخر تجمعهم مع بعض بيطلع الريزلت كانهم شغالين مع بعض. هاي النظريه بنسميها السوبر بوزيشن. اوكي فيعني وجود الكباسيترز والاندكترز بالدائره تاعتك ما بلغي نظريه السوبر بوزيشن. اوكي طيب وبوث اوف ذيم يعني بوجود الاندكتر والكباستر هذا راح يوصلنا لكثير سيركتس مفيده في حياتنا ممكن نستخدمها في الدوائر الالكترونيه او الكهربائيه بشكل عام. طيب وي ديفاين كاباسيتانس سي باي ذا فولتج كارنت ريليشن شيب كالاتي. هاي العلاقه بتاعت الكارنت والفولتج ريليشن شيب في الكاباسيتانس. لما اذكر كاباسيتانس شو المقصود فيها؟ الكباسيتي ممكن تتحقق بشروط معينه بغض النظر في كباستر ولا فيش كباستر. كباستر هو الفيزيكال اليمنت اللي بروح بشتريها. اوكي بس مرات في الدائره تاعتك بدون ما يكون في كباستر بتكون كباسيتانس معينه. اوكي هاي الكباسيتانس اللي تكونت ما في كباستر رحت اشتريت بس تكونت كباسيتي معينه، هاي بنسميها كباسيتانس. اوكي طيب العلاقة اللي بتحكم الكباسيتر I بيساوي C بمشتقة الفولتية اللي بتطبقها على الكباسيتر. اوكي C في مشتقة الفولتية، هذا الكرنت اللي بيمشي في الدائرة اللي فيها كباسيتر. اوكي طيب اليونت بتاعت الكباسيتر شو هي؟ اللي هي امبير بير سكند. اوكي اور كولوم بير فولت، وهذا بنسميه الفرد، يعني اليونت بتاعتنا اللي هي الفرد. هاي الشغلات الاساسيه، العلاقه هاي مهمه، اليونت الفرد طبعا ضروري. اوكي نيجي نحكي على تركيبة الكباستر، شو من جوا الكباستر يا شباب؟ من جوا هو عباره عن تو بليتس. شو يعني تو بليتس؟ صفيحتين ممكن يكونوا متوازيات. اوكي يعني بالاغلب هم صفيحتين، ممكن يكونوا صفيحتين متوازيات، ممكن يكونوا صفيحتين على شكل سفيريكال يعني اوكي او اسطوانيه، تكون اسطوانه صغيره واسطوانه اكبر شوي. اوكي بيناتهم شو؟ بيناتهم ماده عازله، ممكن تكون الهواء. اوكي هاي الماده العازله بنسميها الداي الكتريك ماتيريال. اوكي مش مذكوره كلمه داي الكتريك بس احنا بنحكي ايزوليتنج لاير، احنا ما لناش دخل بالموضوع الداي الكتريك. وهاي الداي الكتريك ماتيريال او الماده العازله اللي بيناتهم اللي هي الهواء
له فيري لارج ريزيستنس. الهواء بوصل؟ بوصلش. امتى بوصل؟ في شروط معينه. حد بيعرفها؟ هو فرط جهد كبير بالضبط. بس الحراره لها دخل في الموضوع. الحراره لها دخل في الموضوع، بس الحراره في شيء اسمه سلم يعقوب جاكوبس لادر. روح دور على النت. هذا جاكوبس لادر شو بيسوي؟ او قبل ما نحكي عن جاكوبس لادر، هو ذكر انه فولتية عاليه، لما يصير فولتية عاليه كيف بينتقل التيار من الى؟ من خلال شو راح تشوف؟ راح تشوف سبارك. اوكي؟ تشوف سبارك. هاي الفولتية عادة في الهواء في درجة الحرارة الجو العادية كل 3000 فولت ممكن تخترق 1 ملي ديستانس. يعني إذا عندك 2 بليدز بيناتهم 1 ملي، إذا وصل فرق الجهد 3000 فولت راح يوصل تيار. اوكي؟ شو اللي بيصير في بالجاكوبس لادر؟ هسه بركي الجاكوبس لادر شو بيصير فيها؟ بيكون عبارة عن نحكي قضيب معدني او اثنين بالشكل هذا تحت المسافة صغيرة جدا. مجرد ما طبقت فولتية عالية على الطرفين هذولا، جبت فولتج سورس فلنفرض دي سي فولتج سورس مقداره 3000 فولت، وهي المسافة تحت هون 1 ملي، اوكي، راح يصير في سبارك من هون لهون. شو بيصير؟ السبارك هاي بسموها بلازما، البلازما هاي بتسخن الهواء، اوكي؟ فالهواء السخن وين عادة؟ بيرتفع للأعلى. فأول سبارك اللي عند الواحد ملي، اوكي، سخنت الهواء اللي أعلى منها بشوي، فبتسمح الشرارة تنتقل بفولتية أقل. اوكي صح زادت المسافة، لكن ال 3000 فولت عشان الهواء صار أسخن تسمح لها بالانتقال. اوكي بتطلع شرارة أطول بتسخن هواء أكثر، فبسخن الهواء اللي أعلى منها. فبتضل الشرارة كثير عشان الهواء بضل يسخن ويطلع، توصل لما الآخر لمسافة يمكن 15 سنتي، أو مش خلينا نحكي مثلا حسب الفولتية اللي بتطبقها. اوكي ممكن احدث مثلا 10 سنتيمتر المسافه من هون لهون، تخيل الفرق بين 1 ملي و10 سنتي. اوكي توصل حوالي 10 سنتي وفي سبارك. يعني بدي اوصلكم اياه انه درجه حراره الهواء لها دخل في الموضوع، بس لازم عاده درجه حراره الهواء اللي حواليها 15000 سلسيوس. اوكي طبعا هاي الشراره كثير بيستخدموها في السي ان سي ماشين، اسمها بلازما سي ان سي ماشين. تعرف البلازما؟ هذه البلازما ماشين، يعني بتسوي بيستخدموها في قص الحديد، في قص المعادن، اي شيء صلب يعني معدني ممكن يستخدموه. صار طوروها صارت تقص شغلات بلاستيكيه وخشب حجر وشغلات زي هيك. سي ان سي ماشين معناتها كمبيوتر نيوميريكال كنترول، اي ماشين تشبك على الكمبيوتر يكون سوفت وير هو بيتحكم في الماشين، ترسم انت هون بتبلش يسوي الجزء هاي اللي تشتغل الماشين بسموها سي ان سي ماشين. احد انواع الماشينز اللي بتسوي القطع اللي هي بسموها البلازما. طبعا هم مكان القطع هم يا بلازما، اول شيء يا ريش، الريش العاديه الدريلينج يعني، اوكي هاي ابسط انواعها. بعدين في الليزر، في البلازما. اوكي الليزر ميزته عن البلازما انه ادق بس. اوكي لكن البلازما بتقص لحديد 45 سنتي، لا مش 45 سنتي سوري، يعني في رينج معين للخمر الحديد اللي ممكن تقصه بيعتمد على الباور تاعه، بس كانه ماكسيمم 20 او 25 سنتي من المعدن البلازما ممكن تقصه. وفي كمان بقصه بطريقه عن طريق الميه، ووتر جيت سي ان سي ماشين. هاي افضل شيء، افضل من الليزر. في من فتره كانت في سفينه استراليه رايحه لايران تحمل مضخات بتضغط 3000 بار مضخات مي، صار اعتراض عليها ورجعوها. كانت رايحه لايران عشان منشات النوويه، ف لا لا من استراليا
يعني الميه هي افضل جهاز بنستخدمه في قص المعادن وقص هون في ووتر جيت سي ان سي بيستخدموها في قص الاحجار اللي بيسووا الخام هذول بيستخدموها بس ما بتكون بالضغط العالي اللي ممكن يستخدموها في تعاون نفس تعاون مثلا المعادن. المي لحديد 45 سم من الفولاذ ممكن تقصه. احنا طلعنا على الموضوع نرجع للبلازما يلا فائده هي هندسه بالنهايه هذا كله الحكي. ايوه تسلا كيج ما ادري اوكي ما محصول ليزر 13000 يعني يا شباب الحراره هاي حوالين البلازما بالضبط ما بتوصل درجه حراره الغرفه 15000 سلسيوس اوكي بس في مسافه منطقه قريبه منها وكيف هناك فولتيات عاليه جدا فولتيات عاليه جدا في دكتور عندنا كان اسمه دكتور عوني جيوسي سوى شراره طولها 30 سم بدون مش بالجاكوبس لادر هذا اوكي بس شو سوى؟ رفع الفولتيه لمليون ونص فولت اوكي حوالي نص متر وصل الشراره تقسيم 3000 تطلع حوالي نص متر وصل الشراره مش 30 سم بس كيف وصلها لمليون ونص فولت؟ يعني هاي يمكن اعلى فولتيه وصلها واحد عرب كان دكتور عندنا من سنتين في الجامعه اوكي فمن خلال فولتيات عاليه جدا مش من 3000 فولت anyway فبالنهايه الكباسيتر هو عباره عن تو بليتس بيناتهم ماده عازله الماده العازله ما بتسمح بمرور الكرنت من خلالها شو اللي بيصير فيها؟ اللي بيصير انك انت مجرد ما اعطيت حطيت سبلاي على التو بليتس هذول سبلاي شو يعني؟ بوستيف نيجاتيف فلنفرض اذا كان بنحكي على دي سي باور سبلاي راح تروح نحكي الكترونات او البوستيف تشارجز على احد البليتس والنيجاتيف تشارجز على البليتس الثانيه اوكي وصلت هيك وشو وصلت مرحله انه خلص فيش انتقال عبيت الكباسيتر او الشحنات هاي ذاتس ات بس مجرد ما شلت السبلاي شو بصير البوستيف تشارجز على البليت هاي والنيجاتيف تشارجز على البليت هاي بشدوا بعض اسمح لهم ايش انهم يبعدوا عن بعض اوكي يعني لا البوستيف مسموح له يرجع باتجاهها ولا النيجاتيف مسموح له يرجع باتجاهها بشرط انه اوبن سيركت انه شلت السبلاي اوكي فهون بضل محافظ على التشارجز هاي الموجوده فيه يعني كباسيتر حط له باور سبلاي يشيل الباور سبلاي تعلو بعد يومين يكون لسه فيه تشارجز اوكي كثير مرات لما يشتغلوا في تصليح تلفزيونات اول شيء بيجي بيسويه تاع التلفزيون بفرغ الكباسيتر اوف ذا باور سبلاي الكبيره هذا اكبر واحد اوكي بتكون صار لك يوم ولا يومين طافي بسوي شورت بيناتهم بفرغ الشراره اللي فيه اوكي بفرغ الالكترونات اللي فيه ليش؟ لانه انت ممكن تكون واصل حوالي 400 فولت الفولتيه ممكن اذا بتصيبها ما راح تموت بس راح تهز لك شوي اوكي طيب فبالنهايه كيف هدول التو بليتس لهم دايمنشنز معينه ولهم بعد معين العلاقه اللي بتحكم الكباسيتي اوف ذا كباسيتر هو اسمه كباسيتر او كباسيتي شو معنى كباسيتي؟ سعه او مواسعات عشان كمان بالعربي يدرسونها مواسعات سعتها من الالكترونات اوكي شو بتوسع الالكترونات؟ بتعتمد على قيمة الكباسيتي تاعتي بتعتمد على الديستانس بتعتمد على الاريا اي ديستانس واي اريا اذا انا حكيت تو بليتس هاي بليت وهي بليت وبيناتهم ديستانس معينة فالديستانس هي الديستانس بين التو بليتس والاريا انا هذا شايف مثل نحكي السايد فيو اوف ذا كباستر اذا لفيته شوي اوف البليتس يعني بالنهاية هو تو بليتس هاي اول بليت هاي ثاني بليت هاي لها اريا معينه كل ما زادت الاريا اوف ذا بليت زادت الكباسيتي اوكي كل ما قللت الديستانس بتوين ذا بليت كل ما زادت الكباسيتي اوكي
طبعا منطقي ليش؟ كبرت الاريا بده يزيد عدد التشارجز اللي ممكن تروح على البليد اوكي، فبالنهايه ممكن يزيد الكباسيتي. اذا قلت الديستانس اس ليش بتزيد الكباسيتي؟ بيصيروا بشدوا بعض الالكترونات البوزيتيف تشارجز والنيجاتيف تشارجز بشكل اقوى، ليش؟ انهم اقرب على بعض اوكي، يعني المغناطيسين قريبين على بعض بكون فصلهم صعب اوكي، او لانها بتكون اكثر ما يمكن. فنفس الشيء لما يكونوا قريبين البوزيتيف تشارجز والنيجاتيف تشارجز على البليت الثانيه بشدوا بعض اكثر اوكي، بس هذا بسوي ليميتيشن معينه. شو هي؟ ما بامكانك تقرب كثير احسن ما يصير شو؟ لا يصير سبارك بنخاف منها اوكي، يصير سبارك حسب الفولتيج ممكن توصلها على البليتس هذول بالنهايه. طيب فعشان هيك التطوير في الكباسيتر صار من خلال تطوير الماده العازله، يعني انا بحاجه اني اقربهم بس بدي ماده عازله غير الهواء، يعني انا حكيت لك 3000 فولت بالهواء بس اذا بتحط دائره الكتريك ماتيريال ماده عازله ممتازه لا بتوصل ل 15000 20000 فولت اوكي. فعشان هيك زمان بالمدرسه درسونا اذا بدك تسوي سلندريكال مثلا او سفيريكال كباسيتر، شو يعني سفيريكال؟ سفيريكال يعني كروي اوكي، اللي هو يعني كره صغيره وكره اكبر منها وكل قيمته واحد فرض هذا الكبستر، بدك بليتس بحجم الكره الارضيه اوكي. هذا عشان ايش؟ بس بشرط انه شو يكون؟ بشرط انه الماده العازله تكون الهواء، ماشي الحال؟ حاليا في كباسيتر مثلا يعني في 2600 فرد في كباسيتر، هسه بدي افرجيكم فيديو عنه، هذا بسموه الترا كباسيتر. طيب شو اللي صار؟ هو البريك داون فولتج صغيره يعني 8.5 فولت بس 2600 فرد، رقم جدا مخيف اوكي؟ هسه بدي افرجيكم الفيديو. المهم العلاقه اللي بتحكم الكباسيتر او الكباسيتي اوف ذا كباسيتر هي سي بتساوي ايبسيلون، هاي ايبسيلون اللي هي البيرميتيفيتي بسموها، اللي هي ايش؟ بالضبط اللي هو المعامل النفاذيه بسموه اوكي. رح تسمع بالالكتروماجنتيك اللي هو ما يسمى بالايبسيلون ار اللي هي الداي الكتريك ماتيريال الماده العازله، كم عازليتها؟ طبعا كل ما زادت كل ما كان احسن اوكي. طيب الكباستر اللي احنا رح نتعامل معه اشكاله كالاتي، في عندنا بالشكل هذا شكل اسطواني، هذا بسموه عاده يعني المصطلح الشائع هيك بين بنحكي الفنيين كيماوي، مكثفات كيماويه بحكي لك، مكثف المقصود فيها كباستر اوكي، بس هذا مصطلح يعني فني شوي مش هندسي، تحكيش مكثف يعني في كباستر اوكي. طيب يا شباب فهذا هذا الاسم العلمي له الالكتروليك كباسيتر اوكي، اللي هم بيسموه الكيماويات. هذا الاسطواني يا شباب الاسطواني هذا فيه ميزه انه بولارايزد كباسيتر. ايش يعني بولارايزد؟ لا لا بولارايزد بولاريتي، شو يعني بولاريتي؟ قطبية، يعني له بوزيتيف سايد وله نيجاتيف سايد. كيف اعرفها؟ في خط ابيض هون شايفينه هذا الجزء اوكي، مش مهم احنا كثير، هذا الجزء البن اللي عنده بتكون نيجاتيف والبن الثاني اللي هون هي البوزيتيف. عادة احنا نتعامل مع الكبستر بالسمبل بالشكل هذا تو بليتس هيك، ما في بوزيتيف ولا نيجاتيف سايد زي الريزستر اوكي. بس هذا البولارايزد اذا شفت شيء زي هيك يعني خط مستقيم والخط الثاني مقوس هذا بنسميه بولارايزد كباستر، يعني هون البوزيتيف وهون النيجاتيف اوكي. شو هذا البولارايزد كباستر؟ ليش اخترعوه؟ ليش صنعوه؟ صنعوه لحاجه واحده بس اللي هي عرفوا يصغروا حجمه. كيف يعني؟ يعني 390 مايكرو فرد اوكي، يعني في ملاحظه ذاكرينها تحت شوي انه a few microfarads هي قيمه كبيره، a few hundreds of microfarads هي قيمه كبيره، ف 390 microfarad هي قيمه مش بسيطه على بريك داون فولتج تطلع هنا 400 فولت. هذا الكبستر ابدا قيمته مش صغيره،
without البولارايزد، التقنيه تاعت البولارايزد كابستر اوكي، ال 3900 مايكرو فرد اذا بدنا نسويها بالشكل هذا اللي هو السيراميك، هذا بنسميه سيراميك كابستر. طلع حجمه هذا الكابستر اللي شايفينه 390، هذا بتشوفه زيه كثير بالتلفزيونات، يعني حجمه تقريبا بالحجم هذا. اذا بدك زيه سيراميك بدك هيك. اوكي، فعرفوا يصبروا حجمه مجرد انه سووه بولارايزد. وفي عنا هدول زي هذا الكابستر اللي هون، هذا تاع البيكو، بالبيكو فرد عاده بيكون. اوكي، في اشكال كثيره. اوكي، في تنتاليوم كابستر. اوكي، هذا تنتاليوم كابستر. شو تنتاليوم كابستر؟ هذا كابستر الليكج فيه قليل. شو يعني ليكج؟ شو يعني ليكج؟ تسريب. تسريب من وين لوين؟ احنا حكينا بشدوا بعض بيناتهم داي الكتريك ماتيريال، بس في شيء بينفذ، دبر حاله بينفذ، بيروح على بيسوي تعادل يعني. اوكي، مجرد ما صار تعادل معناته خلت الكبست تعادل. ف هذا الليكج الموجود بالتنتال الكبستر هو اقل ما يمكن. المهم له اشكال كثيره، يمكن في شغلات مش موجوده حتى هون، تشوف له اشكال غريبه لسه. اوكي، اي نوت capacitance of several hundred microfarads is considered large. طيب we can conclude from equation 1 that a constant voltage across a capacitor results in zero current passing through it. A capacitor thus an open circuit to DC. شو هذا معنى الملاحظة؟ أنا شو علاقة الكارنت اللي ماشي في الكابستر؟ I بتساوي C في D V على DT. طب بحالة إني حكيت لك الفولتية اللي أبلايد على الكابستر، يعني جبت لك بطارية شبكتها على كابستر، هاي بطارية وهذا كابستر C، بحكي لك هاي 5 فولت، معناته كم الكارنت اللي ماشي هون؟ السي خلينا نحكي قيمته، فلنفرض 1 مايكرو فرد، هي قيمة السي في مستقبل الفولتية، كم مستقبل الفولتية؟ زيرو. ليش؟ ما يكون استنت. ف when you apply a DC voltage على الكابستر ما في كارنت موجود دائما. اوكي، ليش؟ عشان الكونستنت، مشتقه الكونستنت، فبتصرف الدائره كانها اوبن سيركت. اوكي، فعليا احنا رح ناخذ تفاصيل اكثر ثانيه. هو في كارنت اول ما تشغل، اول ما تشبك البطاريه في كارنت بيكون ماكسيمم في لحظه التشغيل، بس لما يصير الكابستر تشارج فول خلص بطل في كارنت في الدائره، فلل الكابستر. اوكي، يعني كيف بحكي زي بالون، بالون بتنفخ فيه او عجل سياره بتنفخ بتعبي فيه هواء، بدايه يكون الفلو او ذا اير يعني يكون عالي جدا، توصل لمرحله اذا الكمبريسر تاعك ضعيف خلاص بطل في هواء بيروح للتيار تاعك بسبب انه ايش؟ فل بالهواء. اوكي، نفس الشيء الكابستر، اول ما تعطيه فولتج معين ببلش ياخذ تشارجز، لما يوصل الكباسيتي تاعته يعبي تشارجز خلاص ببلش ما يستقبلش كمان، فبطل يمشي تيار من خلاله. اوكي، او في الدائره اللي مشبوك فيها، هو من خلاله ما بيمشي تيار. طيب نفرجيكم بس الفيديو على الالترا كابستر، شوف شو ممكن تسوي فيه الالترا كابستر. طبعا سيركت، معادلات سيركت، حاولوا تفهموا. We're going to commit random acts of destruction to learn a few things about capacitors along the way. So recently, Electronic Gold Mine had a great deal on some ultracapacitors, and I bought a whole bunch of them. Ultracapacitors are like regular capacitors, except they can hold much more energy. Here's an example. This is a 560. شوي والله شباب، بدي افرجيكم الشغله. طلعوا هنا البريك داون فولتج، طلعوا كم عليها؟ 2.5 فولت. اوكي، بس يعني وصح
صح 2600 بس البريك داون فولتج هي 2.5 فولت. Here's an example. This is a 560 microfarad 200 volt electrolytic capacitor, and it's about as big as you'll ever see on a consumer circuit board. The energy stored in the capacitor is given by this formula. If I apply it to this capacitor, I can see that it can store a maximum of 11.2 joules. In certain circumstances, that's enough to do some serious damage. Now, the ultra capacitors I bought are 2,600 farads, and that's not a mistake, 2,600 farads with a maximum of 2.5 volts. That means that one of these ultra capacitors can store 8.1 kilojoules of energy, which is a ridiculous difference. So let's see what a few kilojoules can do. Here I have the ultra cap charged to 2.35 volts, and you can already see, this thing means business. Let's start out by burning some soldering braid. Now let's melt an inductor. أول إشي بتعرفوا سلك الحام ها؟ حط على إداب هذا شيء سهل الانصهار. ثاني إشي سوى جاب إندكتر يعني واير. مجرد ما حط عليه الأطراف كأنك مشى فيه كرنت عالي جدا فداب انصهر. أوكي؟ Here I'm shorting the cap across a 5-cent coin. Beaver really took a pounding. And I thought it was fun to make these PCB traces light up like glow wire. هاي البي سي بي عارفة شو البي سي بي؟ اللي برنتد سيركت بورد اللي هي البوردات اللي بيشتغل عليها الالكترونيات فيها تراكس تكون عبارة عن كبر بدل سلك يعني بس يعني لاصق على على البورد نفسها. حط بين نقطتين واصلين في بعض مجرد ما حطهم صهر النحاس اللي حواليه فسوى ديسكونكت يعني خرب البورد بلا صحيح. Finally, let's make some random sparks again, just for the hell of it. And you know what's crazy? After all that, the cap is still charged to 1.7 volts. If you apply the capacitor energy storage. هسه هو شحنه ل 2.3 فولت. كيف شحنه؟ جاب باور سبلاي سورس. اوكي شبكوا عليه هسه بحكي عنها بحكي لك ضل ايام وهو يشحن فيه اوكي يودي كم 2600 فرق اوكي هسه هو شو بيشحن فيه؟ هو بيشحن فيه رح نشوف العلاقات رح نشتغل عليها كيف الفولتيه بترتفع حوالين الكابسترز كل ما باخذ تشارجز اكثر كل ما صارت الفولتيه حواليه اكثر صار يلعب فيه وشورت سيركت عارفين يعني شورت سيركت؟ يعني بطاريه حط لها شورت سيركت فور 5 سكند ممكن تصير تنضى خلص تجيب بطاريه حط سلك من الطرف للطرف 5 سكند ممكن تبدا اوكي بتعتمد على البطاريه والمقاومه الداخليه تاعتها اوكي هذا بحكي لك صهر وسوى وبيلعب فيها وبعد كل هذا نزلت الفولتيه ل 1.7 فولت يعني لسه before and after blowing things up you can see that I used up 3.4 kilojoules of energy so there's a lot left over. Now you might be wondering how did I do all that with just 2 volts? If you take two AA batteries and put them in series you get 3 volts with 2.5 amperes of capacity, which is equivalent to 27 kilojoules of stored energy. That's more voltage and more capacity than the ultracapacitor has and yet there's no way you could do all the things I just did with a pair of AA's. So what's the difference? The answer is a non-ideal property called equivalent series resistance. ESR for short. Batteries, capacitors, and a lot of other electronic components will have a small internal resistance, which limits the amount of current that can flow. For a typical AA alkaline battery. فاهم انت يعني؟ لا فيش بالعربي، ولا قد ايش بفكر. طيب بحط لك اياها بالبيك لازم تضلك عيدي. بدك هسه بحكي لك انا بحاول اترجم لك يعني قدر الامكان يعني. هون بحكي لك بده يسوي مقارنه بين الكابستر هذا وبين البطاريات يعني شو الفرق هسه انت شحنت الكابستر وصار فيه انرجي اوكي؟ يعني مصدر سورس صار ممكن تعتبره. وبده يسوي له مقارنه بين البطاريه اللي هي سورس ثاني، شو الفرق بيناتهم يعني؟ بس بحكي لك اول شيء انه فرض انه البطاريه فيها انترنال ريزستور، هذا الحكي احنا حكيناه بشابتر مش عارف كم، اوكي؟ فبده يسوي لك مقارنه. Which limits the amount of current that can flow. For
typical AAF. طبعا انه الريزستور هاي الانترنال ريزستور شو بتسوي؟ تسوي ليمت في الكرنت، يعني في الشورت سيركت تيست شو الماكسيمم كرنت اللي ممكن نوصله؟ سويناه على بطاريه السياره كان 1200 امبير. شو اللي اعتمد عليه؟ انه 12 فولت والانترنال ريزستور 0.01. ف 12 فولت تقسيم 0.01 طلعت 1200 امبير في الاكزامبل اللي حليناه مع بعض اللي هي الانترنال ريزستور اذا سويت شورت سيركت. اوكي. Alkaline battery, the equivalent series resistance is 120 milliohms. When you put a load on the battery, this resistance will cause a drop in voltage and it'll generate heat within the battery. For example, a low power device like a TV remote control might draw 20 milliamps. This. فاهم شو اللي صار هون؟ فاحكي لك لو شبكت لود على البطارية تاعتي باخذ 20 ملي امبير والبطارية هي 1.5 فولت، كم راح يصير على اللود؟ راح يضل 1.5 فولت؟ لا مش 1.5 فولت، ناقص ايش؟ ناقص المقاومة هاي في ال 20 ملي امبير الانترنال ريزيستر. اوكي؟ فسوى دروب فولتج 2.4 ملي فولت. ماشي؟ على 20 ملي امبير، يعني ايش؟ مش راح ياخذها 1.5، اقل بشوي. بس لما يزيد الكرنت اكثر من هيك. Would cause a 2.4 ملي فولت drop, which is nothing, and generate 48 micro watts of heat in the battery, which is also trivial. But if I try to draw 10 amps from the battery, there will be an internal voltage drop of 1.2 volts and هون بحكي لك اذا انت اخذت من البطاريه تاعتك 10 امبير كم راح يصير في عندك على اللود؟ راح يصير في دروب فولتج على المقاومه الداخليه اللي هي 0.12 في 10 1.2 فولت دروب، يعني كم راح تاخذ على اللود؟ راح تاخذ 0.3 فولت. البطاريه صعب تاخذ منها 10 امبير، بطاريه زي هاي الدوراسيل شوهنا سمعتها، صعب تاخذ منها 10 امبير. ليش؟ عشانك اكيد راح تشوف على الفولتج على الـ على الاوتبوت فولتج اذا بتضلها محافظه اصلا على فولتيتها بالانرجي اللي فيها راح تشوف على بوينت بس 0.3 فولت ولكن لفتره قصيره عشان راح تصير تضعف. اوكي؟ ف 12 watts of heat will be generated within the battery. So at higher currents, the battery voltage is unreliable and things get hot enough to be very unsafe. Now let's see how the ultracapacitor would perform. This cap has a staggeringly low ESR of 0.7 milliohms. So with a 10 amp load, the in هذه كانت المقاومة الداخلية للبطارية كان 120 ملي اوم. هون كم؟ 0.7 ملي اوم. يعني كم ضعف؟ يعني حوالي 200 ضعف. يعني مقاومة البطارية 200 ضعف المقاومة تاعت الكبست. Internal voltage drop is 7 millivolts and only 70 milliwatts of heat are being generated. That's nothing. Even at 100 amps, there's only a 70 millivolt drop and 7 watts of heat are being generated. يعني هون بحكي لك اذا اخذت منه 10 امبير زي البطاريه الدروب فولتج 7.5 ملي فولت، فاذا كانت هاي 1.5 شو راح تنزل؟ 7 ملي فولت شو يعني؟ 1.493 يعني تقريبا 1.5. حتى لو اخذت بحكي لك 100 امبير كم الدروب فولتج على الانترنال ريزيستر؟ هي 70 ملي فولت يعني 14.2. اوكي ماشي. Capacitor this big, that's not an issue. So you can see that because of the extremely low ESR, these ultracapacitors can charge and discharge hundreds of amps, no problem. So anyway, I'd say. طب شو الفائدة إني آخذ منه 100 أمبير؟ 100 أمبير ممكن تستخدمه في شغلات كثير يعني سورس عالي جدا يعني ممكن تستخدمه في 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 الحام مكان الحام الضخمة هاي يستخدموها في الصحراء وهي الشغلات بتكون عباره عن 300 امبير 200 امبير بتستخدم في عمليه قص المعادن او الحام الشغلات الكبيره كثير يعني اوكي يعني مكان الحام الكهرباء بتشوفوها شو يسموها نسيت شو يسموها هاي 300 امبير و 400 امبير بيسوي لك شغل كثير عالي فكبستر زي هذا ممكن او نحكي مجموعه كبستر زي هذا توصلها ل 12 فولت او 20 فولت وتبلش تاخذ منها 200 امبير بتسوي منها شغلات كثيره Was pretty impressive for a 2 volt supply. Now let's see what happens with a higher voltage. If I put 4 of these ultra caps in series, the maximum voltage becomes 10 volts. With a higher voltage, I can dump more power into a given resistive load. More power means bigger explosions. Here's what the capacitor array looked like wired up.
But when I tried to charge it up, I ran into a bottleneck. My bet power into a given resistance. وأنا شباب كيف لو شبكنا أكثر من كباسيتر in series. أنا لو حطيت 10 فولت على الأطراف، 10 فولت على الطرف الموجود هون عند الماوس، يعني حوالين الطرفين هذول اللي على الكل series connection of capacitors، حطيت 10 فولت، كل واحد كم راح ياخذ؟ ياخذ 2.5 فولت إذا كانت قيمتهم متساوية. فايش؟ ضبط ضمن البريك داون فولتج اللي هي أعطونا إياها الشركة، أعطونا معلومات. بس هون بيصير شغلة لما تحط capacitors in series، رح ناخذ كيف نحسب الإيكوفيلنت capacitors، بتصغر قيمته. Okay. كيف نزيد قيمة الكابستر؟ نحطهم in parallel. بس in parallel ما راح استفيد اني ارفع البريك داون فولتج. The load. More power means bigger explosions. Here's what the capacitor array looked like wired up. But when I tried to charge it up, I ran into a bottleneck. My bench power supply is limited to 5 amps, and for caps this big, it's going to take a really long time to charge them up. Since I have some time to kill, let's estimate how long it'll take using this handy formula. 5 amps divided by 650 farads gives me a charge rate of 7.69 millivolts per second. Since I want to charge my array up to 10 volts. شو بده يحسب لك كم الوقت بده اياه عشان يشحن الكباستر؟ كل سكند، اوكي؟ هاي العلاقة اللي هسه اخذناها. I'll say C بدي تي في. اوكي؟ إذا الآي فرضه 5 أمبير تقسيم C، اوكي؟ رح تحصل على دي في على دي تي. اللي هي شو مقصود فيها؟ دلتا في على دلتا تي، اوكي؟ فراح يصير عندك 7.96 ملي فولت بير سكند. اوكي؟ يعني بعد 1000 ثانية بشحنه كان 7.96 فولت، اوكي؟ 10 فولت divided by 7.69 ملي فولت بير سكند equals 21.7 minutes. Okay, now we're at 9.65 volts and let the fun. خلاص ماشي يلا اعطيكم العافية شباب. يعني اخذنا المفيد.